يا استاذ يا معلم املأ السيارة من هون إذا أمرت، املأ السيارة من هون. لا 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 مش عارف حط دايك ما عارف ممنوع هاتوا رأيك بعض يا رلوح بس ولا كلمة حسام عيني عارفين انتو ايه بس هات ورقك واعمل لك ضبط هات ورقك انتو ايه واحد اثنين ثلاثة ثلاثة بواحد غير مناسب لا 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 بالعكس يمكن انا اللي جيت بوقت غير مناسب لا انت ولا هي بزر انا خلقت بزمن غير مناسب ما عندك مزاج بلا عندي بس يا بدي ايدي يتربطوا حقيقي لك عم الحقيقه هي تقول انا الحقه ابراهيم ابراهيم تعال لك اوعى توعى خلي الدايب ابراهيم ابراهيم اي اي انا وين هون هون بين ايدي شو وعي وعي ابراهيم شو حاسس شو بك؟ حاسس متكأني حاسس بمصيبة جيانة كأنك شو؟ حاسس متكأني عم بحلم خليني هيك عم بحلم اوه ترجع لطولك اوه ما بيكبر عمتك وين عم تتدلل علينا؟ ساعديني هلا بليز ساعديني حتى اوقف ما قدر اوقف خالتي اي 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 امشي لك لا مش عم تعملي بدي رشك بالمي نو باردون معلش صحيت هلا ايه باردون اسمحوا لي اعرفكم على بعض عرفتوا كيف؟ ما تهزوني مدموزيل هلا ولو ما حدا بيعرف البنت البشاويش مش الشاويش لا بنت البشاويش بنت البشاويش المدموزيل ناديه ناديه شو قلتي؟ مش مهم حبيبي ناديه جمال ناديه انا المهم اني طمنت عليك صار فيه ان شاء الله عادي يا بنتي بكير يا حبيبتي معلش المهم انه انا شفته الحمد لله قام بخير وسلامه ما هو انا كنت جايه صوب بيتكم لقيته يا حرام دايخ ونفسه هيك عم ما بعرف شو طلب حامض وفلافل افتكرته قلت انا وصلته على البيت شكرا يعني ابراهيم انت كنت دايخ قبل ما فتت على البيت طبعا الشغل مع بيك بيدوخ كثير هلا شو بك مشان هيك غط على قلبك بتعرفي لانه الله يدوخ اللي مدوخني شو قصدك لا ماشي المعنى بقلب الشعر خالتي ايه بقلبي انا هلا بستأذن أنا بالإذن شكرا على مساعدتك يا بنت سلامته سلامتك الله يسلمك شكرا ست نادي ألف شكر لك على مساعدتك بس الدوخ بعت لي خبر الله معك ميرسي والله ليش كنت حلو أنتو دايخ مش معقول خالتي مع السلامة يا بنتي ما تتركيهم لحالهم ما توقفوا خليكي مع السلامة الله معك
هلا. مع السلامة. عم يحكوا يمكن عم يحكوا مع بعض. شو بكي؟ لا سلامتك بس نسيت. لا ما نسيت شيء. الله معك يا حبيبي. شو حبيبي شو؟ هلا انت كنت دايخ قبل ما فتت وهي ساعدتك؟ لو تبع شو كنت عم تدلل فكرك انا؟ هيك دايخ مزبوط كنت. طيب كويس. كيف عرفت انه اسمها نادية؟ ما هي اسمها نادية. اي 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 دخل 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 هديني هديني. شو صار لك؟ مش عديك؟ مش عم دوخ كثير عم بسعل على الدوخة. والله ما حدا راح يدوخ بهالبيت غيري انا. شكرا. هلا خليك عندنا. شوف اذا حس حالك تعبان مو فوتك على الاوضه بترتاح. ايه بس على شرط تقعدي حدي على التخت تحكي لي حكايه. ولك حكايه شو بدها تحكي لك البنت؟ لك خالتي حكايه عاطفيه. شو فكي؟ يعني ناقصني عاطفه. شو فكي؟ قومي بنتي قومي روحي على بيتك وانا بعرف نايمه على طريقتي. بلكي رجع التخت. دوخ لوحدك مش احسن من دوخ نحنا كمان؟ عن اذنك مدام. باي مرهوم. باباي شيري اتطلق. هلا هلا. انت كيف حتروحي؟ في مين يوصلي؟ معي سيارتي. شو نصير؟ ايه مزبوط. بس ليك هلا بس امشي بالسياره ما طلع بحدا واذا حدا طلع فيك قولي لي مشان اعمل له ظبط. اوكي اوكي باي باي. بتغار علي. الله يرحم بيك مات وعينه عم تلعب على الستات. يا ليكي يا ليكي. سكتي انت سكتي ما بدي. عمرك وغير القناة. جاء على قناة 5 و7 ولا؟ مش عيب تسكر التلفزيون بوشي؟ ولدي مش عيب عليك تلحيني بهالطريقة هاي؟ وطي صوتك، ليه عم تعيط بوشي؟ لأنك حطيري لي الضبانات اللي بعقلي. يا عمي لما بتحكي مع ست كون مؤدب يا بلا أدب. احترمي نفسك إذا بتريدي ها؟ إلي أنا عم تقلي احترمي نفسك؟ نعم إلك. إلي؟ إيه طيب، خليك عندك لفرجيك. إيه؟ شو بدي أضربه؟ يا مي يا مي. مش معقول هاي حجنني.
نهربت منها بليغزة تطلع لي بالتلفزيون. خالتي خالتي تلفزيوننا مسكون. ادخل. بونجور عمو. فيني فوت؟ انا مش ميت مرة صرت نفهمك انه الاجتماعات العائلية بالبيت مش هون بالشغل. ايه مزبوط، بس انا عمو بصراحة رحت لعندكم على البيت لانترك هونيك. بتقول الست هلا بتتركني بالبيت وبتروح، والست مرت عمي بتستقبلني على البيت. وانا ما قلت لك ما تتصل بقى بالبيت لنصلح الامور يلي بينك وبين هلا. بس انا ما عاد فيني انطر اكثر من هيك. يا ابني تصرف مره برجولي، اذا يومين تركتك راكد بك صلاحها، شو مخلى لبعد الزواج؟ بصراحه عمو انا ما فيني ابعد عنه. ليه بتموت؟ لا بس انا لانه من بعد ما بعدت عنها لليوم صرت خسران 3 مرات بالتنس. عم تخسر بالتنس؟ نعم، وكل يوم عم بخسر بالتنس لانه انا عم بلعب ما عم بقدر افكر الا فيها حضرتها. مش عيب عليك تسمي حالك رجال وعم تحكي معي هالكلام مثل الاطفال؟ لا شو ناجي ما بالحب كل الرجال مثل الاطفال. طيب سمعت، انت بتعرف الجرسون يلي شايف بنتي مع الشاب عم يتغدوا بالمطعم؟ عم بعرفه وبعرف بيته كمان. بتعرفه وبتعرف بيته؟ نعم، لأنه حضرته ساكن بالبيت اللي عمره من البحشيش اللي أخده منه. طيب فيك تتصل فيه وتقول له يجي لهون؟ أنا رأيي عمي، شو رأيك لو بياخده لعندك على البيت؟ وليه على البيت؟ لأنه بحشته ساعتها بشوف هلا، بعدين هون مكان شغل والأشياء العائلية بتنحل بالبيت مش هون. أنا حضرتك هيك قلت. طيب روح دور عليه والحقني انت وياه على البيت. بس اذا ما شفته او ما لقيته اوعى تخليني اشوف صورته وشك. حاضر عمو. يا عمو اذا احساسي صادق بيكون يلي عم فكر فيه هو يلي بنجا مع هلا بالمطعم. انت اكيد ان بنتي هلا؟ ولو سيدنا، في حدا بالبلد كله ما بيعرفني بنت حضرتك من جمالها وادبها واخلاقها. طيب والشاب يلي كان عم يتغدى معه اكيد عرفته مثل ما عرفت بنتي هلا؟ بصراحه سيدنا لا. لا اذا اكيد بيرو دفع لك مصاري حتى تالف هيك قصه وتنزع سمعه بنتي. لا ولا عمي ابدا، شو الحكي معك انت خلاص. وانت اذا اكتشفت انه بيرو مطبقك وعم بتالف هيك قصه ما راح يكون مصيرك الا السجن. سيدنا صدقني انا ما بكذب، كل اللي شفته قلته بنيه طيبه، ولو كنت عارف انه القصة رح توصل لهون ما كنت حكيت. طيب قلي شو اسمه؟ كيف شكله؟ طويل قصير ناصح ضعيف؟ ما قلت لك من كتر ما طلب طلبات ونرفزني خلاني انصاب بنوبة رمل ما عدت اشهد بعيوني. وشو عنده علامة فارقة بوشه؟ علامة فارقة؟ ما مذكر، بس عنده علامة فارقة على راسه. شو هي؟ برنايطة لبسها. برنايطة؟ برنايطة كيف شكلها؟ مثل البرانيت اللي بتلبسها الشرطة. أفندي أو شويش؟ بفتكر هيك وهيك. من عندي من الكراكون؟ ما بعرف، بس إذا شفته بقدر أعرفه. أكيد بتعرفه؟ ولو سيدنا، اللي حرك لي الرمل بالكلاوي معقول إنساه؟ أوكي. الو، الشرطي عادل عندك؟ قل له الباش شويش نجيب. الو عادل افندي، اسمع، بدك تجمع كل الشباب يلي معنا بالكراكون وتبعتهم لعندي على البيت. ايه 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 كلهم وانت معهم. طبعا الامر ضروري، جيبهم من بيوتهم، ما تطول انا ناطرك. مع السلامه. ايه لك ايه عم بسمعك عادل. ايه قول على بيت البشويش هو عزمنا؟ ولك سكوت اكيد يا ترقي يا عشا. ولك طبعا عشا، شو لك شو بده يعزمنا بهالوقت؟ اوكي احكي حبيبي البس وبيجي. يلا روح، باي باي. مين اللي كان على التليفون؟ لك مين بده يكون غير حبيب قلبي البشويش نجيب؟ حضرة البشويش؟ نعم نعم.
هو تلفل لي هلا، بس هو يمكن يعزمني على العشاء، بس مستحي يقول لي هو شخصيا. ام قال له لعادل تلفل له. اكيد عزمك على العشاء لحديث عمل. لك خالتي حدا بهالوقت بيعزم التاني لحديث عمل؟ ولك عزمني على العشاء، فهمي على العشاء. بس يا رب يكونوا عاملين كوسه بلبن. بتعرف انه على بكره جاي عبالي كوسه بلبن؟ قلبي مش مريحني لهالعزيمه. ولك اسكتي اسكتي، لو عزموكي كان قلبك ريحك على العزيمه. خلص فهمت عليك، اذا قدرت هرب لك كم كوسيه هرب لك اياهم جايبتي وجهي. قولتك هلا بتكون سمعت كم كلمه قدام اهلها عنك؟ لك طبعا، ما هلا وحيده اهلها، عرفتي كيف؟ وكلمتها مسموعه عند بيا. وبيا شو؟ ذكي. قال كيف بدي اعمل طريقه لحتى اجمعهم مع بعض؟ بعمل لهم حفله عشاء بالبيت وهيك بيجتمعوا، ونحن عم نتعشى بنخلص العشاء. شو يا برهوم؟ شو رايك بهلا؟ عرفتي كيف؟ انا ما بجاوب، حط راسي بالارض وبعمل حالي انه موافقه بس ما بجاوب. والسكوت يعني علامة الموافقة. حتى بقلنا يلا تجوزوا وألف مبروك. يا ريتك تقبلني. بدك للدغري هلا حلوة. لك حلوة وهيك بنقوا، مش مثل بي الله يرحمه صام صام وفطر على بصلة. ولك تربيت فيك يا جعان، تربيت فيك. خلص كتي أنا فيت غير تيابي. إيه شوف يا جعان يلا كنت مساء الخير سيدنا. شو جماعة على خير؟ فوت صف حد من جوا. حاضر سيدة. بابا ليش عم تعمل كل هالشي؟ بيرو نعم. عيط للجرسون. حاضر عمي. والله بتعرفي ليش؟ ان شاء الله الجمعة فيها عشاء سيدنا. لا فيها كشف الأكاذيب. تفضل معي حكيني كلمة على جنب. تفضلي. أنا شوفي وسيتي عندي خالتي وهذا تركيه لوحدك عم تبكي عم تبكي ولك شير شيلة فام. ممكن أعرف شو في لزوم لحتى تكبر القصة كل هالقدة وتخلي اللي ما عارف يعرف؟ ما حدا رح يعرف غير أنا وأنت والست بنتك والشاب يلي كان عم يتغدى معه. بحياة الله، بس ما كان في لزوم أبدا لكل هالتصرفات. هون بيت مش مغفر. بعرف، بس حبيت فهم الست بنتك إنه حبل الكذب قصير وأنا ما بحب الكذب. عمول جرسون تعال ما تخاف طلع فيهم منيح. شفتهم منيح؟ لا سيدنا. اي واحد فيهم؟ ما عم بقدر حدد. لا بدك عوينات؟ لا سيدنا نظري سليم، بس شو؟ لما فات على المطعم كان لابس برنايطة، يمكن إذا لبسوا البرنايطة أقدر أعرف أكتر من هو. أوكي لحظة. مبسوط يا مقصوص العمر يا بيرو؟ شو مبسوط؟ ها انت انا يعني هو جوزك اذا ما لقى حدا يحقق معه بيحقق مع حاله. والله لا اقصف عمرك. قرب طلع فيه منيح. هو؟ لا. هو؟ لا. هو؟ كمان لا. هو؟ وقف لي السالي وجاوبني. هو؟ شو؟ ما فيني اجزم سيدنا لانه هيداك كان اطول ذكرتي عم تخوني. طلبت نجمعهم جمعناهم، طلبت تشوفهم جبناهم، طلبت برنايطة لبسناهم. شو بدك بعد لترجع ذاكرتك؟ بدي شوية وقت مشان ما اظلم حدا وطلع المتهم من المجموعة. يا لجيبي عيني معه حق الزلمة، بدو يطلع لك شخص من بين كل هالمجموعة، اعطيه فرصة لحتى يفكر، اعطيه وقت. ها
مشان ما يظلم غيره يطلع بس المذنب. حاضر، تفضل يا استاذ، خد وقتك. خليني اقبض على 5000 واخلص، لانه اذا حكيت لا بكون مع سيدنا بخير ولا مع ستنا بخير. سيدنا، سيدنا عرفته؟ عرفته؟ نعم. اي واحد فيهم؟ مش موجود بيناتهم. مش موجود بيناتهم؟ متأكد؟ طبعا سيدنا، لانه هيداك كان طويل طويل وناصح ناصح، وبالعلامة كان راسه كبير هيك وعيونه جاحظة. طبعا، قال له يا بدل غزلانك بقرود. انت خراس، انت اكيد من يلي عم بتقوله انه الشخص طويل طويل وناصح وراسه كبير وعيونه جاحظة والى اخره. ولو سيدنا، ما الشغلة فيها ضمير؟ اذا حدا عم بيهددك او عم بخوفك اللي فهمني. لا ابدا سيدنا. اكيد اكيد سيدنا. طيب فيك تروح. وانتو كمان فيكم تروحوا، الله معكم. شفت يا بابا انه هيدا المسيو بيرو كتير كذاب. لا انا مش كذاب. بلا كذاب. خلاص كتر. خلاص انت وياها. سيدنا وين شريطة؟ هيا شريطة. شو ما كانت حفلة عشاء وترفيع وأوسمة وشريطة؟ شو كنا نعمل؟ تصبح خير يا أفندي. انت من أهلو سيد. متوخزوني يا جماعة، أنا كنا حابين نتعشى كلنا مع بعض، بعرفتوا كيف بسيط. ممكن انتم مش طابخين. معلش مرة تاني معلش. تصبح خير يا أفندي. أمرك سيد. الحمد لله على السلامة يا أفندي. لك الله يسلمك ويخلي لك الضمير الحي. صدق دولة من ضميرك كنصرت بخبر كان. ولو يا سيدنا، مش إلا فضل كرمك. لك الله يكرمك ويعطيك ألف عافية. شو هيدي سيدنا؟ هيدي حقك اللي اتفقنا عليها. ولو 5 ليرات. خمس ليرات؟ شو أنا افتكرت 5000. ولو ليه ضميرك عم تستورده بالدولار بالأيام؟ تفضل 5000 سيدنا. لا تشهد تسمح لي بإيدها. تفضل 5000 لأنه هي حقك سيدنا. أقل من 5000 ما رح بقبل. تفضل. تسمع مني؟ لو بتبيعني أنا وخالتي وعفش البيت كله وحياتك ما مجيب 5000 جنيه. بس بيع مني خدها أحسن ما أشتك إياها. هات إيدك. تفضل. طيب أنا راي عبد نجيب بايك أعترف له بالحقيقة. روح قل له بلكي إن شاء الله بيحبسك لأنه غيرت أقوالك. روح يلا روح أشوف. روح. ما مصيبة اللي وقعت حالي فيها. ليه؟ سيارتك وين؟ لشو السيارة؟ مش هتوصلني على البيت؟ إن شاء الله حتتركني هون بنص الليل وأنا بخاف من العتمة. وصلك على البيت؟ إيه على البيت. إيه وحق البنزينات؟ لك قطيع شو طميع ولو ما بعدك قابض 5 ليرات. خلصنا يلا يلا يلا. لك يلا اخ من البنات وعيشة البنات. خلاص انتهت على خير. حش تبكي بقى ومسحي لي هالدموع. مش عيب يبهدلني قدام الناس وفهمهم اني بنت مستهترة. وحضرتك مش عيب كمان تكذبي على ابوك؟ انا كذبت كذبة بيضة. الكذبة كذبة ان كانت بيضة ولا سودة. صدقيني يا ماما، لقيت القصة مش حرزاني، وبعدين انا خفت اقول مين الشخص. احسن ما البابا يفهم القصة غلط وينتقم. طيب قولي لي انا مين هو؟ ابراهيم. ابراهيم؟ ابراهيم ما غيره البوليس اللي مع ابوك؟ طيب وشو فيها؟ لو قلتي له لابوك اكيد ما كان زعل، ولا كان اضطر يعمل لي هالجمعية العمومية لحتى يعرف من هو الشخص. لا ما قلتي له. لقيت القصة مش حرزاني. لا مش هيك، لأنك عنيدة وقلت لحقت وقلت لا خليني على اللأ. بصراحة أنا خفت على إبراهيم. شو قصتك قصة إبراهيم؟ بلاقي كتير اسمه بهالأيام على لسانك. خير؟ إنسان كتير مهذب. مهذب؟ أنا شايفة إنه إبراهيم اللي عم بغير لك فكرك عن بيرو. ماما إذا صرحتك بالحقيقة تحفظي سر؟ يا حرام على أمك، كل عمرها تحفظ أسرار الناس، بالآخر طلع لهم معها وإيحة.
قولي يا بنتي قولي. إبراهيم بيعجبني. هذا اللي كنت خايفة منه. بس هو ما صرحني بشي ولا أنا قلت له. أنت ناسي يا حبيبتي بيك ورأي بيك بإبراهيم؟ هيدي مهمتك أنت. لا مش مهمتي أنا، لأنه أبوك أكيد ما رح يوافق عليه، خصوصا أنه بيعرفوا لإبراهيم وكل نهار هيلكوا بمشاكله بالكراكون. ماما أنا صرحتك بالحقيقة لأنك وعدتيني تكوني أمي وأختي وصديقتي، هلا لازم نفكر كيف نواجه البابا ونخليه يوافق. حقيقة كان بعد ناقص هالطنجرة هيك وسايق. ليه؟ ما شايف عجلة السير اللي عملها وراك؟ بخاف اسرع لأني ما بقشع منيح لقدام. وعم بتسوق سيارة؟ هي صف عشرة بصف؟ صف! بامر عيونك مره مره وما بيشوف ما بيشوف الزلمه راح لحظه عمو شو كنت ماشي على مالك بدل ما بتشوف منيح لشو عم تسوق السياره ايه وكيف بدي اوصل على شغلي لخذ سيرفيس خذ تاكسي شو بك اذا اخذت تاكسي بخاف ما يطول باله علي لقطع وانزل مش انت نظرك ضعيف لهالدرجة؟ كتير لا كتير لا 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 يعني ما بتشوف لعشر متورة مثلا؟ يا ريت لعشر متورة لمترين ما بتشوف لمترين ما بتشوف؟ لمترين إذا كانت الشمس طالعة وقوية قولك يا عمو هلا أنا قدامك هون مثلا شايفني؟ شايفني أنا؟ هون هون أنا هون شايفني؟ مش كتير مش كتير؟ كيف مبين الصورة عندك؟ يعني شايفك بس مش واضح ومغبش شوي مغبش شوي؟ قولك يا عمو حجنني انت كيف بتسوق سيارتك وسط العجق وانت ما بتشوف منيح؟ كيف؟ بتكل على الله وبمشي لك يمكن الله سلمك او مسلمك لانك بتكل على الله بس عمو مش دايما تسلم الجرة انتبه شو لازم اعمل اذا كان نظري خفيف؟ البس عوينات البست عوينات وشلحتهم ليش لحتهم؟ ما لبقولي ما لبقولك؟ شلحتهم لأنه ما لبقولك؟ عمو خذ هاي وروح عند الحكيم تبع العيون خلي يفحص لك عيونك قديش هاي؟ نعم؟ قديش هاي؟ هاي 100 ليرة خذها وروح عند حكيم العيون يفحص لك عيونك عرفت حالتك دكتور العيون بياخد 250 ليرة بهالأيام لك شو عرفك انت؟ روح شو عرفك؟ ولو ما أنا دكتور عيون أنت دكتور عيون؟ طب ليه ما تحكي بعيونك؟ ولو شفت شي بيجي حلو بياكل حلو؟ يا العالم جنيت قولك يا أنا جنيت سقيلك يا أفندي شو بيك أنت التاني؟ شو بيك؟ شو بيك من هون؟ حرامي سرقني وسرق دهبيات مرتي وهرب سرق دهبيات مرتك؟ وين هون حرامي؟ لحق اللي راكد هونيك وين؟ اللي راكد هونيك هيدا اللي راكد هونيك؟ الله خليك حاب ما يهرب ما تخاف قوت مش السر محلي لالحو وين خذ لك خذ لك قطع شو بتركن تشطط لي نفسي من كده بتركن حضرة الفندي حضرة البشاويش وين بس عنده اجتماع ضروري بالدائرة الله خليك بس يخلص اجتماع وعطيه خبر اني انا موجود هون حضرته وين حضرته اللي قطعني نفسي اللي مركتني من النقطة لحد هون وحياتك عم تتسابقه؟ عم لا عم نلعب لقايطة تتسابق؟ حضرته بيكون الحرامي اتشرفنا أنا عادي عيطوا عيطوا هيك هون هون قوم وقف لشوف قوم بس وقف ما بقدر يا أفندي خليني قاعد الله يخليك خليك قاعد؟ بحياتك شفت أو بعمرك شفت حرامي وقاعد على كراسي قوم وقف حاضر سيدنا بس اسمح لي بكلمة قبل ما تحقق معي تفضل اسم الله عليك تركض منيح ايه انا بركض كتير كتير منيح بركض انا من عيال من مدرسة وحياتك انا كنت دايما اطلع الاول بالركض كنت رياضي ايه وبعد رح ضل رياضي شباب بالركض لك بالركض وبالجمباز وبرفع الاثقال ولك بالبوكس انا كمان بلعب بوكس شرفه لا بس انا ضربتي اقوى لانه ضربتي بالضبط بتزت الخصم شي اربع متورة لقدام باليمين ولا بالشمال يعني اثنين مثل بعض
بس انا اقوى. قال الحكام منعوني اضرب باليمين لانه ضرب بتقتل. مش عارف هو طب قتلت حدا شيء مره؟ كنت عم بتصارع انا واحد من هالمصارعجية الاجانب. ايه عرفته اللي كانوا يجوا لهون من زمان. ايه رضى الله بتذكر ضربته ضربه وحده رجعوه على بلاده جبت هام. مش عفنت علي مش عفنت علي ابدا يا افندم عفنت ابدا وعلي زند لحد هلا ما في مثله بكل البلد. شو انت عليك زند؟ وينو زند؟ فرجينا شو هذا زند؟ هذا زند مثل الحليب. وينو وين العضلات؟ هذول زنود هذول. شوف هول العضلات شوف بقال شوف الزنود هول العضلات شوفوا وين وين العضل؟ هون هون مبتكر شوف هلو ما مبين شيء. شو ما بعرف يمكن تكون عضلاتي سرية عرفتي؟ ما بتظهر الا وقت المعركة بس وقت المعركة بيظهروا. بتلعب كباش وبتشوف؟ ايه بلعب العاب كباش لفرجي من شو لشوف؟ من 500 ليرة 500 ليرة. شو بصراحة أنا ما بحب ألعب معك على مصاري. بخاف خسرك ويكون ما معك مصاري. طيب العزيمة سينما العزيمة سينما. منيح. أوكي موافق حط إيدك. منيح. ما زعبر ولي شو زعبر؟ بشو؟ ما زعبرت هلا بإيدك أنت عملت هيك ما مش مزبوط الطريقة. طيب مرة تانية حط زندك. لك ايه ايدك من هون على الطاولة؟ حط ايدك من هون تشد بهاي ما بيسوى. ما تشد ايدك على الطاولة. ايه ايدك من على الطاولة؟ خلص بعدها هيدي. شو انا 10 متر غلبون شو عم تحكي انت؟ هون هات ايجار السينما خلص. شوف روح شوف الفيلم اللي بيعجبك وانا مستعد اقطع لك تذكرتي. طيب عن اذنك بدنا نروح شوف السينمات وبرجع بعطيك شو. نقي لنا شي فيلم يكون حلو عرفت كيف؟ فهمان علي شي فيلم يكون حلو. يلا نروح شوف بس نقي فيلم حلو. ها خلص العون العون زنده قوي بس عضلات وينه العضلات كل عمري شوفه. شو ابراهيم افندي لا سيدنا شو عم تعمل هون؟ سيدنا كنت ناطر حضرتك لاني مشت حرامي فقالوا لي حضرتك عندك اجتماع بالدائره انطرتك حتى تجي. ونو الحرامي هلا بيجي سيدنا. شو يعني هلا بيجي؟ هلا بيجي ما راح مش هلا بيجي. انت اكيد انك مشته؟ طبعا مشته. شو مشته سيدنا؟ طبعا ولا وجبته معك لهون؟ وحياتك قطع لي نفسي ربيته بركض كتير وانا اركض وراه بس انقطع في نفسي بالاخر قويت عليه رحت كم شو هيك حياتك سيدنا مالك يمين علي جريته قدامي مثل التوتو. جريته قدامك لوصلته لهون. وينو؟ هلا بيجي راح مشوار صغير. بعدت الحرامي مشوار صغير؟ ما بيطول هلا بيجي لوحده؟ نعم سيدنا. خرب بيتك لبركي هرب كيف تبعته لوحده؟ معقول يهرب ويترك ويخسر شرطه معي؟ وشو راح يخسر؟ مش شرط ما كنت انا عم بلعب انا وياه بكباش الملعون كنت غلبته بس ثائب وحلف وحظ هو اللي ربح غلبنا. عملت كباش معه؟ ايه بس كنت ناوي اغلبه ما قدرت اغلبه بس بعطي مشوار هلا بيجي. يا ناس يا عالم يا الافندي مجنون يما انا المجنون حدا بيك مش حرامي بجيبه معه على السجن وبيرجع يدرك يروح لوحده. لك سيدنا بيرجع بيقلي يروح مش هو راح لوحده انا بعته سيدنا انا بعته. يا بعت لك هلا بعت لك. ليش عملت سيدنا غلط؟ لانك غبي من بعد ما كمشت الحرامي تركته يروح لوحده. قال وين بده يروح؟ معقول يروح ويخسر خمس ليرات معي؟ ما حيروح. ابراهيم افندي. نعم سيدنا. انت بتعرف طريق السجن؟ نعم سيدنا بعرف. بتروح لجوا هلا بتنطره ليرجع اذا رجع بتطلع واذا ما رجع رح تضل ناطره لحتى يرجع. طمنك سيدنا ما حد وين بيروح؟ معقول يكون بالاخلاق لهالدرجه الحرامي؟ بعدين في له شرط معي خمس ليرات معقول يروح وما ياخذهم؟ اوكي طيب. يا الله يبليهم بعيونهم يلي بليوني فيك وحطوك عندي. ابراهيم شغل الامن؟ ما عندك غيره بهالمغفر حتى تفش خلقك فيك للنهار؟ على شو حبسته هالمعطر؟ حبسته لانه غبي. لا مش لانه غبي، لانك اكتشفت اخيرا انه هو اللي كان عم يتغدى مع بنتك بالمطعم. انت اخ كمش نوزه لقيت له تهمه لزقت له اياها وحبسته ما هيك؟
لا، أنا من الأول كنت عارف إنه هو، بس حبيت أكشف كذبة بنتك حتى فهمها إنه الكذب عيب. هيدي كذبة بعدها منا جريمة. لا جريمة وبعاقب عليها القانون. عين عليك، بس هيدي بنتك وصبية، بدك تحكيها نبهها منك لإلها بينك وبينها، مش قدام 20 شاب وتكسر بخاطرها. أنا لو كان طالع بإيدي لكنت حبستك أنت وياها، لأنك أنت السبب. برافو عليك، ما زال نحن السبب، كنت حبسني لإلها. وتفضل شيل هالمعطر من الحبس لأنه بريء، بنتك اللي عزمته وفترت عليه. فكرك أنا غشيم ها؟ ومش عارف حركات بنتك ومش فاهم قصدها. لمعلوماتك يا ست، هلا تستلطف إبراهيم، بس بتكون هي غشيمة لو فكرت إنه أنا رح برفض بيرو تحت أقبل بإبراهيم. صح، هي اعترفت لي بذلك. شفتي؟ حتى تفهمي اني عارف شو طلباتها. بس لا، نجوم السماء اقرب لها. ليه؟ لانه البي الواعي ما بيخلص بنته من تحت المزراب تزيدها تحت الدلفة. شفتي ليش لا؟ لا لا، فاهمة اكتر مني ومنها. بس قال له دري، قال له دري وطنش. بس كمان قال له انه بنتك ما بتستلطف بيرو، ما بدها. انا ما جبرتها، هي اللي جبرتنا نقبل فيه. وما دام انا قلت موافق مش رح غير رايي حتى اتنيناتهم يقبلوا، يا اما بالوفاء يا اما بالفراق. خلاص الك علي، اجبر بيرو بكره قبل الضو يجي يقول لك بوس ايدك ما بدي بنتك. طبعا طبعا، حتى تجوزيها لابراهيم. ايه بس طبعا طبعا، حتى جوزها للانسان اللي هي بترتاح له، مش يطلع حظها مثل حظ امها، تعتير وشقى وعذاب. بسيطه يا ست عزيزه، بس أنا بحبك تفهمي، طول ما أنا عايش الكلمة الأولى والأخيرة لإلي بهالبيت، وبس موت تبقوا تصرفوا على هواكم. ولي عم تصرخ؟ نقزنا. روح يا عمي روح، روح على شغلك. بس لازم تعرف يا حبيبي إنه البيت مثل الوطن، بدك تعطيه حريته لتضمن حريتك، والتفاهم أحسن من المدفع يا نجيب بيك. هلا هلا هلا، شو بك ماما؟ هلا هلا هلا، شو بك شو بك؟ انتحرت قومي بلا مزح. هلا 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 هلا، ما تعطيري انا. هلا هلا، دخيلكم دخيلكم يا جيران، دخيلكم الحقوني. هلا شو بك فاتح زمورة أكثر من زمور سيارات؟ الست هلا بنت البشاويش. شو بقى؟ انتحرت كرمالك من قلبها على المستشفى. هلا انتحرت؟ هلا ايه؟ أكيد؟ طبعا أكيد، اسمع مني وهرب قبل ما يجي بيها ويقتلك. دخيلك وقف لي تاكسي. هاي سيارة هونيك. وين في تاكسي؟ هاي سيارة هونيك. وين تاكسي؟ بالله عليك يا هلا، هلا انتحرت، هلا انتحرت. لوين يا أفندي هلا؟ على المستشفى ولا على البيت؟ على تحركشت فيي مش انا. هلا وين بتحب وصلك؟ لك هلا قبل ما توصلين قولي لي انت شو؟ انا تاكسي. هلا قولي وين بتحب وصلك؟ انت تاكسي؟ لك انت تاكسي ولا ست ولا محتاله ولا خاربه بيتي ولا حتجيبي اخرتي على ايدك؟ على كل لما تشوفوا قولي. قولي لي هاي السياره وين جايبتيها؟ سرقتيها؟ وطي صوتك، لما بتحكي معي بتوطي صوتك، انا رح وصلك على المستشفى هلا، واي كلمه بتحكيها ممكن اعمل عكس ضهرك.
بعد اذنك. خليك عندك. عندك. على المستشفى. عم عليك. المستشفى؟ شو جايكين لهون؟ العمول منيح وكب البحر يا حبيبي. جبتك لهون انا لحتى بعدك عن المسرح الجريمه. لك اي جريمه؟ اي جريمه؟ لك جريمه انتحار هلا البنت البشاويش. طب انا شو خصني بالقصه؟ يا شو بقيت لك هلا؟ بقيت لك هلا لارتاح منك؟ بس بلا حركات. اللي حضرتك علقتها فيك بس وتترك خطيبه مشانك؟ لك هلا انت شو عرفك بالقصة؟ عملتي لي جيمس بوند علي انت؟ هذا لانه قلبي عليك. قلبك علي و100 مصيبه ومصيبه نزلوا على راسي من تحت راس قلبك علي. وطي صوتك ولا بس انت قد الكلمه هاي. وطي صوتك. وطي ايدك اذا بتريدي. تربحت لي الحلقه. وطي صوتك عم اقول لك. وبس تحكي مع واحدة ست حط عيونك بالارض. فهمت؟ بعرف انت واحدة مجنونه. لك ما انت اللي مجننني. لك انا بعرفك شيء انا ما بعرفه. بس انا بعرفك. لك يا رب ليه بغيري بلكي بتحل عني. اسمع بقى اسمع شوي. انت في حالتك خطر. حالتك بخطر يا مجنون. لازم تبعد عن عيون نجيب بيك احسن ما يعدمك. ليش هلا بتلفن طمنك علي. هلا حالتها خطره جدا. لا بلا. ليش بدي حالي بهالبلوي؟ شو بدي بهالبلوي اللي بدي حالي فيها انا؟ شفت لانه قلبي عليك. يا بلا قلب. انت ليش جبتيني لهون؟ هون يا حبيبي لانه اذا حصار مصار ما حدا بيعرف انك انت هون. ايه. فهمت؟ مزبوط. الو مستشفى العافية. يعطيكم العافية. ممكن احكي مع الدكتور اشرف اللي اشرف على شو اسمه اشرف؟ لا مش هو اسمه اشرف. هو اللي اشرف على المتمزيل. هلا مثل بشاويش. اي نعم. ايه انا قريبتها ناطرة انا على الخط. شو قريبتها؟ هلا اذا سألك هو انت مين شو بتقولي له؟ بقول له انا مدامته لابراهيم يلي هلا صار. سكري شو سكري سكري الخط. لحظة. الو حضرتك الدكتور؟ وحياتك ممكن بس تطمني على المتمزيل هلا اللي انتحرت. شو صار معه؟ نعم. كيف؟ لا. شو؟ لا ما تقولها. لا هلا لا راحت انقذوها باخر لحظة. حكي كريزة عنا. أخذوها؟ لك أخذوها. ليش عم تبكي لك هيك؟ ليش عم تربيني أكثر ما أنا مرعوب؟ شوفي أنا سامعة دعسة برا ما عجبتني أبدا. دعسة ناقصة؟ شوفي شوفي تخبى شوف لك محل تخبى. طيب شوفي برا شوفي البنايه مطوقه من رجال التحري. ليك كل واحد لك فوز عامل لك يي تخبى مكروي شوي. ما قلت لي الدكتور انقذها. بدي يكون البنت انتكست مره ثانيه. تخبى يا عمي تخبى ان شاء الله تكون انتكست. بدي افتح الباب. لحظه ليك شو هيدا؟ مرحبا اهلين ابراهيم افندي موجود؟ نعم. علي صوتك شوي. نحن ما عندنا واحد اسمه ابراهيم افندي ولا انا بعرف واحد اسمه ابراهيم افندي. اذا ممكن تطلعوا لبرا انا بنت ما حدا فوت لعندي رجال العزابه. يلا مع السلامه. برا هي لسه بدفش. برا عامل لك برا يا فرحين. برا يا قليل الادب. برا راحوا حبيبي راحوا. بس شو في واحد بيناتهم تخين مسكت لك هيك كمشي هيك لانه جائر بده يفتح الباب بالقوه. ما رايح محسوبتك اخت رجال. بعرف انك اخت رجال. شو بتعرف انك انت خلصتيني. انا ماني عارف كيف بدي اشيك لصدقيني. ولو ما هذا واجب علينا. شوف ابراهيم افندي. نعم. انا بالنسبه لي عملت اللي علي. نعم. وهذا الشيء يعني واجب علي اني انا انقذك. نعم. فشوف شو بدك تعمل. بشو؟ بمسألة يعني انه بتعرف انا بالنسبة هون اللي عند الجيران يعني سمعت الحمد لله وما فوت لعنا رجال عزابة بقى. دخولك لعنا يعني بشرفنا. الله يخليك يشكرك. بقى شو تختار حل من اثنين؟ شو ما فهمت شو المعنى يعني؟ ما فهمت. ما هو ما فيني برهن لك كثير يعني. يا شو اسمه بعرف الفصيح. يا شو اسمه اذا بتفضي. شو اسمه؟ انا ما عندي معنى بشو اسمه ابدا. لا بس ما ممكن نفهم بالاول مين شو اسمه وشو مش اسمه. طب رح اوضح لك اكثر.
يا بتتجوزني. شو؟ يا بتتجوزني يا بتطلع لبرا. اطلع لبرا هلا والبنايه متوقعه من التحري. ما انا فرصه الي هي. فرصه؟ طبعا فرصه، يعني كل مره يدينا. بقى شو نقي واختار؟ بعد عني. بعد عني شو؟ بعد عني. طول الموت ولا الزواج منك؟ وعد قربي. وعد قربي. وعد قربي. وعد قربي. حاسبه الحساب. شو عليه؟ بياخذ ستيف وصي. هيك بتعمل فينا يا هلا؟ هيك بتعملي ببيك؟ هلا وقت عتاب انت التاني. زيح زيح. مقرب الحمد لله على سلامتك يا ماما. الف الحمد لله على سلامتك. نشكر الله نشكر الله. ادخل انت. فوت يا ابني فوت. جملت جملت. شفت هلا العمل اللي عملتها فينا. الله يقصف عمره على هالشغله اللي عملتها فينا. الا في مجنون في عقل وبتنتحر. ليش هي انتحرت؟ لو ما انتحرت شو جابنا لهون؟ كيف انتحرت هي؟ يا خيي اخذ حبوب بس ما عرفنا حبوب شو. اخذ حبوب؟ ايه. الله يكسر ايديك على الشغله اللي عملتيها. لا سيدنا شو بك؟ شو بتريدن إلا يسلموا إيديك على الشغلة اللي عملتها فينا؟ ايه الحق معه. لو أنت بتفتكر فينا ما كانت بنتك أقدمت على هيك عمل. على كل حال كل الجيل الجديد ستنا هو جيل الطايش. جيل نمرود نمرود. صح صح. تبعطيه ما بيرجع، بياكل ما بيشبع، بتحكيه ما بيسمع، بينتحر ما بيموت. بتحكيني كلمة؟ خلص فهمت عليك سيدنا، رايح على بيتنا. خلص فهمت. إبراهيم خليك هون عايزتك. حاضر. طيب لكن يلا تفضلوا يا جماعة، ضهروا ضهروا انطلوا برا بالكريدو. ما حلو كمان الوقت هيك ورس الميت. مشي 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 الحق معه. مش معقولين أهلي بتسألين كتير بتسألوا ايه؟ شو العمل اللي عملتيه أنت؟ شو العمل؟ غصبن عني غصبن عني. والكتاب افترضنا لا سمح الله لا سمح الله يعني متي بهالعمل اللي عملتيه. شو بتكون عملتي يعني؟ ما ارتحت. بالعكس بتكون عقدتيني لإلي. ليش بتحقدك؟ انت بتنسيني بعد شهر او شهرين وبتحب غيري. لا انا مش مزبوط الكلام، لانه الرجال اذا ماتت حبيبته صعب كتير يحب غيرها، بس الست اذا مات حبيبها تاني يوم تتجوز غيره. انت اكيد. ولك اكيد طبعا، وعندي خالتي اكبر مثل على قصه، راح بيي اللي حتى يعزيها بجوزها وحياتك طبقته وتجوزته قبل 30. يعني طلع الرجال اللي غدر وخان مش الست. ايه بس هي عملت له حركات كتير، مرات الحركات اقوى من درب المدفع. ما بقى تعملي لي حركات. شو بك رايح جاي رايح جاي؟ خيلتني. وقف معي. بتفوتي بالظهر يا للزفت اللي جوا، احسن ما فوت اسحبه من رقبته مثل الفاره وكبه برا. شو بدك البنت تروح من بين ايدينا؟ لك الله لا يرده ولا يرده. لكن معقوله يظهرنا لقلنا وبيقعد هو جوا بالاوضه ونحن ننقع برا؟ بس ما تنسى انه هي طلبته. لك ما حدا رح ينزع هالبنت الا جهلك يلي عم بتسميه نظام وبتفرضيه على البيت. طب ليه عم بتصرخ؟ نحن هون بمستشفى مانا بالمغفر. معك حق. لا شو عم صرخ ولا شو عم شارعك، لازم انا اتصرف. ايه الله بلاني بعائلة مجانين. تعال الا ما بعرف. بتعرف طريق بيتكم؟ نعم سيدنا بعرف. على بيتكم على طول. وبدون ما تطلع وراك. تفضل ابراهيم. نعم سيدنا. لوين رايح؟ على بيتنا. خدني معك على بيتك. جيب الهدايا تبعولك اللي اجوك. بسطت يا بشاويش. We'll be right back.
شو حتى طيب ما عارف ممنوع هاتوا رأيكم بعض يا رلوح بس ولا كلمة حسنا مين ايه عارفين انتو ايه بس هاتوا ورقك واعمل لك ضبط هاتوا ورقك انتو ايه واحد اثنين ثلاثة بواحد